طيب حالات الإديمة بقى ممكن تحصل إزاي؟ لو فرضا أنا عندي حالة والإديمة دي كديفينيشن، يعني عشان نبقى كلنا برضو اللي مش عارف الديفينيشن بتاعها، هو abnormal collection of fluid inside the tissues. يعني يبتدي الاكستراسيلولر سبيس ده أو الاكستراسيلولر فلويد يبتدي يبقى حجمه أكبر. فممكن نتخيل اللي هيحصل إيه. يعني الوضع الطبيعي هو الوضع اللي هو الأوتورد فلو بيساوي الانورد فلو بالظبط. طب لو فرضا الخط اللي هو اللي احنا كنا راسمينه بتاع البي دي اي دوت فرضا كان اعلى شويه، ايه اللي هيحصل؟ هلاقي عندي ان الجزء بتاع المثلث اللي فوق ده بقى اكبر بكتير قوي من المثلث الصغير اللي تحت. فنتيجه لكده ايه؟ الاوتورد فلو، يعني الفلو اللي جاي لي من الكابيلاري يخش الاكسترسيلولر سبيس، هيبقى اكتر من اللي جاي من الاكسترسيلولر سبيس داخل الكابيلاري. فمعنى كده هيبقى في نت فلو في كل سايكل، اوكي، من البلاد سايد للاكسترسيلولر سبيس، فيحصل نتيجه كده اديمه ويحصل يعني تورم للمكان اللي هو فيه الموضوع ده بيحصل. حاجه تانية ممكن تحصل برضو، ان ممكن البي دي او نفسه اللي هو الدرايفنج بريشر اللي موجود جوه الاكسترسيلولر سبيس ممكن يبقى اقل. يعني ممكن ده يبقى طبيعي هنا كده اللي هو الكيرف الطبيعي بتاع البي دي اي، بس ممكن البي دي او ممكن يبقى هو اللي اقل. ونفس الحكايه بالظبط، الاقي المثلث الكبير ده اللي هو اللي هنا ده، المثلث بتاعي اللي هو هنا ده كده بقى اكبر بكتير قوي من المثلث الصغير اللي تحت ده. فنتيجه لكده هيحصل لي ايه؟ هيحصل لي نت فلو من الانسايد للاوتسايد. طبعا ممكن يحصلوا الاثنين مع بعض، بس خلينا نبص على حالات محدده بقى بيحصل فيها الكلام ده.